أخبار اليوم. أحمد المصري، بديت حياتي من الصفر، معايا شهادة متوسطة، اشتغلت صنايعي، وبعد كده كان عندي حلم إن أنا أكون رجل أعمال. بدأت أشتغل مقاول واحدة واحدة، اتوجهت إلى مدينة السادات سنة 93، وبدأت أعمل شركة مقاولات صغيرة، فخدت مجموعة بشايل الصلب، فكنت شاطر جدا في شغلي، فنجحت في شركة بشايل الصلب، وقعدت أترتب لغاية أما عملت مجموعة بشايل الصلب، وصلت إن أنا بقيت الراجل التاني في الشركة، ووكلت إن أنا أعمل مصنع عصار. وأول ما عملت مصنع عصار شفت النار، شفت الأتربة، شفت الأدخنة، وهنا بدأت الفكرة تتولد. تولدت منين؟ من مصنع عصار. مصنع عصار احنا بنصهر حديد جوه فرن كبير قطره 7 متر، وما بننزل حديد الخردة بنشوف نار بتطلع ارتفاع 20 متر. فاستغربت ازاي بتحصل؟ فبدأت اعمل اول فكرة. الفكرة الاولى عبارة عن دخلت النار جوه المية، عملتها سنة 2005، هنشوفها على الجهاز، النار جوه المية. في يوم من الايام سمعت صوت قنبلة، القنبلة دي كانت المية وقعت جوه فرن الصهر، فحصل انفجار شديد. حتى استغرب ازاي، من هنا بدأت اذاكر وبدأت اعلم نفسي.